وطني يا نبض القلب، وطني يا تاج الرأس، وطني يا جبل الغيم الأزرق. تلك مناجات يقودها أحد أساليب لغتنا الجميلة، أسلوب تردده الشفاه في كل حين، إنه النداء. وطني يا جبل الغيم الأزرق، يا قمر الندى والزنبق، مناجات جاءت بأسلوب النداء، استعمل فيها الشاعر أداة النداء يا لينادي اسما من الأسماء وهو كلمة جبل لاستدعائه، ثم استدعى الشاعر القمر بندائه في الجملة الثانية حين قال يا قمر، لتكون هاتان الكلمتان هما المنادى. وعليه يمكننا تعريف المنادى بأنه اسم يذكر بعد أحرف محددة تسمى أدوات النداء لاستدعائه. ومن أدوات النداء يا، أيا، أي، هيا، آ، و، الهمزة. بعد أن عرفنا المنادى ننتقل الآن إلى الحديث عن أنواعه التي ستتضح معنا في الأمثلة الآتية، لنتابع. إنه صانع الفخار، فإذا أردنا أن نناديه ونستدعيه نقول يا صانع إن عملك متقن. فقد وردت كلمة صانع في الجملة نكرة منصوبة غير منونة، ونحن بهذا لم نحصل على منادى محدد، فكلمة صانع تشمل كل من يقوم بالصناعة. فماذا يمكننا أن نفعل لنحصل على منادى محدد؟ تمعن في الجملة الجديدة يا صانع الفخار إن عملك متقن. بالمقارنة بين الجملتين نجد أن المضاف إليه في الجملة الثانية قد وضح المنادى وحدده، فهو مضاف، وعليه إذا جاء بعد المنادى المنصوب مضاف إليه كان المنادى مضافا منصوبا، وهذا هو النوع الأول من أنواع المنادى المنصوب. ننتقل إلى الجملة الآتية يا متقنا سلمت يداك. بالعودة إلى المنادى وهو متقنا نجد أنه جاء نكرة منصوبة ومشتقا منونا، فالجملة لم يكتمل معناها، وعلامة الاستفهام هذه تلفت نظرنا إلى وجوب استحضار كلمة لتكمل المعنى، فماذا تكون يا ترى؟ وإذا قلنا يا متقنا عملك سلمت يداك، نجد أن متقنا متعلقة من حيث المعنى بكلمة عملك، وهذا التركيب يشبه تركيب المنادى المضاف، إذ نستطيع أن نقول يا متقن العمل، وهذا النوع من المنادى هو منادى شبيه بالمضاف، ومن شروطه أن يأتي مشتقا عاملا فيما بعده. والآن لنتتبع كلمات الجملة الآتية يا صانع الفخار زدنا من إبداعك. رأينا كيف أن المنادى أزيل عنه الغموض بإضافته إلى كلمة الفخار، ولكن ماذا لو حذفنا المضاف إليه من الجملة؟ أسيعطينا نوعا جديدا من أنواع المنادى أم سيبقى المنادى كما كان مضافا؟ لنرى. بعد حذف المضاف إليه
يصبح المنادى نكرة فقط وغير مضاف، ومعلوم أن علامة التنكير هي التنوين، وعليه تغدو الجملة على النحو الآتي: يا صانعا زدنا من إبداعك، ليكون المنادى اسما نكرة منصوبا كما هو واضح في الجملة، فلا نقصد بهذا المنادى صانعا محددا أو صانع مهنة محددة. لذا يمكننا القول إن نوع المنادى هنا منادى نكرة غير مقصودة منصوب. وبعد هذا العرض نخلص إلى أن المنادى يأتي منصوبا في حالات ثلاث: المنادى المضاف، المنادى الشبيه بالمضاف، المنادى النكرة غير المقصودة. بعد أن تناولنا في العروض السابقة المنادى المنصوب وبينا حالاته، ننتقل إلى الحديث عن حالات أخرى للمنادى. لنتابع. في هذه الجملة: أيوسف كنت أول منارة على درب الخلود، نلاحظ أن أداة النداء هي الهمزة، وأن المنادى هنا يوسف، وهو اسم علم مكون من كلمة واحدة وقد ضبط بالضم، لذلك نقول في نوع المنادى منادى مفرد علم، وهو مبني على الضم في محل نصب، وهو النوع الأول من أنواع المنادى المبني في محل نصب. سوريا حبيبتي عدلي كرامتي عدلي هويتي. بعد أن شاهدنا العرض نتابع الجملة الآتية: يا بطل أنت تتربع على عرش البطولة. من قراءتنا للجملة نجد أن المنادى فيها هو كلمة بطل، وعند إمعان النظر فيه نجده اسما نكرة، لكن يستشف منه أننا نقصد بطلا بعينه وليس نكرة بالمطلق وقد ضبط بالضم، لذلك نقول إن النوع الثاني من أنواع المنادى المبني على الضم هو المنادى النكرة المقصودة، وهو مبني على الضم في محل نصب. يأتي المنادى اسما مبنيا على الضم في محل نصب على النداء في حالتين: المنادى المفرد العلم والمنادى النكرة المقصودة. والآن بعد توضيح أنواع النداء لنتابع المشهد الآتي. إذا أردنا أن ننادي البحر، هذا الاسم المعرف بأل، لا يمكننا إدخال أداة النداء عليه مباشرة. في هذه الحالة لا بد من الاستعانة بلفظ ميسر، وهذا ما يقودنا إلى الاستعانة بواحدة من الكلمتين الآتيتين: أيتها للمؤنث وأيها للمذكر. لننادي البحر، يا البحر، فالكلام لا يستقيم ولا بد من لفظ ميسر، وبما أن البحر اسم مذكر يمكننا الاستعانة بكلمة أيها، فتصبح الجملة يا أيها البحر، ويمكننا أن نكمل الجملة بقولنا يا أيها البحر فيك تتجلى عظمة الخالق، وهكذا توصلنا لنداء المعرف بأل باستعمال كلمة أيها، وفي هذه الحالة أيها منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب على النداء.
أما إذا أردنا أن ننادي السمكة يا السمكة، فكما ذكرنا سابقا لا يستقيم الكلام بالنداء المباشر للمعرف بأل، فلا بد من لفظ ميسر. وبما أن السمكة اسم مؤنث فإننا نستعين لندائه بكلمة أيتها، فتصبح الجملة يا أيتها السمكة. ويمكننا أن نكمل الجملة بقولنا يا أيتها السمكة ما أجمل لونك. إذن فلنداء الاسم المعرف بأل المؤنث نستعين بأيتها، ويكون إعراب أيتها منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب على النداء. نتوصل إلى نداء الاسم المعرف بأل بإدخال أي قبل المذكر وأية قبل المؤنث، وتلحقهما هاء التنبيه. بعد أن شاهدنا العرض السابق لنتابع الجملة الآتية ونحدد المنادى ونوعه. يا لاعبا استمر في التدريب لتحقق الفوز. من الجملة نجد أن المنادى لاعبا ونوعه منادى نكرة غير مقصودة. وبمتابعتنا للجملة الآتية، يا حارس ما أروع تصديك للكرة، نجد أن المنادى هو حارس، أما نوعه فهو منادى نكرة مقصودة. ولكن ماذا لو كان المنادى النكرة المقصودة مثنى أو جمعا مذكرا سالما؟ ما علامة بنائه؟ لنتابع المشهد الآتي. يا معلم أنت قدوة للأجيال. نلاحظ أن المنادى في المثال السابق هو معلم، وهو منادى نكرة مقصودة، لذلك هو مبني على الضم في محل نصب على النداء. فإذا أردنا تثنيته في الجملة السابقة فسنلاحظ أنه يصبح يا معلمان، وتصبح الجملة يا معلمان أنتما قدوة للأجيال. وبما أن المنادى النكرة المقصودة مبني دائما بحسب علامة آخره، فقد لاحظنا أن علامة بنائه الألف، لذلك نقول مبني على الألف لأنه مثنى. وعليه يصبح إعراب معلمان منادا نكرة مقصودة مبنيا على الألف لأنه مثنى في محل نصب على النداء. وهذا الكلام ينطبق على جمع المذكر السالم، فلو قلنا يا معلمون أنتم قدوة للأجيال كان إعراب معلمون منادا نكرة مقصودة مبنيا على الواو لأنه جمع مذكر سالم في محل نصب على النداء. نستنتج يبنى المنادى على ما يرفع به من ضمة أو ألف أو واو نحو يا معلم يا معلمان يا معلمون. لنختبر معلوماتنا عبر هذا النشاط، حول الاسم المنادى في المثال الآتي إلى مثنى مرة
وإلى جمع مذكر سالم مرة أخرى. هيا مخترع، لقد أنرت الطريق للبشرية باختراعك. عندما نحول المنادى مخترع إلى مثنى، نلاحظ أنه يصبح مخترعان، وعليه تصبح الجملة: هيا مخترعان، لقد أنرتما الطريق للبشرية باختراعكما. أما عند تحويل المنادى مخترع إلى جمع مذكر سالم فيصبح مخترعون، وعليه تصبح الجملة: هيا مخترعون، لقد أنرتم الطريق للبشرية باختراعاتكم. Thank you.